سينيك نوز سينيك نوز اليوم نحكيو فيه سبيسيالمون على مهرجان دبي السينما اي دولي واللي شهدت فيه السينما التونسية تألق لاباس به نحكي لكم عليه توت سويت ضمن قائمة الرابحين والبداية جوستومون مع فوز الفيلم التونسي على حالة عيني للمخرجة ليلى بوزيد بجائزة أفضل فيلم الجائزة الكبرى للمهرجان وقت صغير بعد تألقه في أيام قرطاج السينمائية. الفيلم دور أحداثه في تونس في صيف عام 2010 قبل اندلاع الثورة بكلكو موا. فرح طفلة عمرها 18 سنة تاخذ باك وتلقى عائلتها ديجا مقرر اللي هي باش تولي طبيبة ما تسمعش كلام وتنضم الفرقة موسيقية ملتزمة سياسيا وغادي تبدأ تكتشف في الحرية والحب وعيش التونس في الليل. الأحداث تتسارع وتعطينا فيلم حلو يعلن عن انطلاقة مخرجة كبيرة ومستقبل إن شاء الله مزيان. نكملوا مع باقي جوائز حيث مشيت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الجزائري حكاية ليالي سود المخرج سالم البراهيمي منى شلبي النجمة المصرية ربحت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم نوارة للمخرجة هالة خليل وربح نوترو إيرو ناسيونال اللي قاعد يتألق خارجيا في الأعوام اللي فاتت لطفي العبدلي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم شبابك الجنة المخرج فارس نعناع. جائزة أفضل فيلم طويل غير روائي فاز بها الفيلم المصري أبدا لم نكن أطفالا. محمود سليمان ربح جائزة أفضل مخرج ونختمه مع الفيلم الفلسطيني أسلم عليك يا مريم المخرج باسل خليل اللي ربح جائزة أفضل كور متراج. سينيك نوز هكا وفيت رانديفو الجمعة جاية وأخبار جديدة على الأفلام. خالدي قولكم تحياتي. سينيك نوز.